طيب نأتي إلى رفيق مهر. ذاك رفيق أنت أحد نجوم المولدية والأداء اليوم كان فيه شيء جيد. المولدية كان قريب في لحظات كثيرة ممكن أن يخطف المباراة ويقتلع بطاقة التأهل، لكن تعقيبك قبل الأداء أو قبل التعقيب على الأداء الفني لفريق المولدية، تعقيبك على الأحداث التي حدثت بعد المباراة. والله حتى أنا استغربت يعني هذه الأحداث، يعني عندما تشوف في الصور مش عارفين ماذا كان يحدث، لماذا اللاعبين يعني يذهبون اتجاه الحكم، لماذا؟ هل في لقطة من لقطات في أثناء المباراة أم لا؟ لأن المباراة صحيح إحنا لقطة لو تتكلم على الوقت أعطت دقائق ونصف تقريبا، علاش تلوم الحاكم على الوقت ولا أشياء أخرى؟ ألعب بالمباراة عندك 90 دقيقة أو أكثر أو 93 دقيقة، لو ممكن تفوز فوت فوق أرضية الميدان. يعني هذه الأشياء وهذه الصور أنا واحد من لا أحب أن أراهم يعني في ملعب بالنسبة لفريق أو فريق آخر. نفس الشيء خلصت المباراة أمشي لغرفة الملابس، راجع أمورك، راجع أوراقك، المباراة تلعب فوق أرضية الميدان. لو تريد الفوز تفوز في المباراة، حضرت المباراة، فازوا عليك الوداد، نقولوا مبروك للوداد، كانوا أفضل منا، لازم نكونوا واقعيين ومنطقيين. وصولنا لهذا الدور في ذاته إنجاز، لأن ما عدناش الإمكانيات أو الأدوات اللي ننافسوا للمنافسة على اللقب. صحيح الوصول لازم نعمل ونقوم باستخدامات أفضل وجيدة بجودة لاعبين أكثر وأفضل، لأن لعبنا بإمكانياتنا وهذه هي إمكانياتنا، واحد لازم يكون واقعي في الحياة. إذن هارد لك لفريق المولودية، هارد لك رفيق، مبروك لعزيز، انتصار للوداد، هارد لك المولودية والوصول إلى هذا الدور.